أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية النعمة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح. اليوم حديثي هو عبارة عن دعاء وعبارة عن صلاة. افتح يا رب أذهان شعبك، فتح الذهن، يعني هيك ربنا يفتح المخ والعقل والإدراك والوعي، يكون عندنا الصحوة الروحية والنضوج الروحي والوعي الروحي. تعرفوا مرات من كتر المشاكل ومن كتر الخبط كتير مرات الواحد بينسى، وكتير مرات الواحد بيفتر وبيسلك في الجسد وبعيش في الوادي بدل ما يحلق أو يصعد إلى الجبل. تعرفوا التلاميذ كانوا مع المسيح 3 سنين ونص، و الشيء اللي بيعجبني في شخصية المسيح وشخصية التلاميذ إنه التلاميذ مع إنهم شافوا القيامة لكن مكتوب بعضهم شكوا أو لم يصدقوا، وبخهم لعدم إيمانهم. وكان في تلميذين في لوقا 24 راجعين لبلدهم لعمواس، الرب فتح عينيهم وأدركوا إنه اللي بيتكلم معهم المسيح الحي. ولما رجع المسيح للتلاميذ في أورشليم مكتوب هذه العبارة: فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. فإذا كتير مرات في ناس بتقرأ وبقول لك أنا مش فاهم، وفي كتير ناس بتقرأ وفعلا بتقرأ وعنية طيبة لكن غير مدرك. الكتاب المقدس كتاب روحي، تحتاج إلى الوعي الروحي وإلى أيضا فتح الذهن لتفهم الحقائق الإلهية والإعلان الإلهي. قال يسوع: إن أراد الإبن أن يعلن له. مرات كتير منضطر إلى إعلان مبني ومؤسس على كلمة الله الثابتة التي لا تتغير ولن تتبدل. فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، والكتب هون أحبائي مش معناته أي كتاب، لا، مقصود الكتب المقدسة، الكتب اللي تنبأت عن يسوع المسيح. وابتدى يشرح طبعا من المزامير والأنبياء والتوراة، وهذا التقسيم اليهودي للكتاب المقدس إلى اليوم. يعني هذه الأصفار بيسموها التناخ. شو تناخ؟ من تا يعني التوراة، التوراة، ونون نبوات أو نفئيم في اللغة العبرية، اكتوفيم أي الكتابات. فإذا بيتكلم عن التوراة أصفار موسى، بيتكلم عن الأصفار التاريخية، وبيتكلم عن الأصفار الشعرية، وبيتكلم عن الأصفار النبوية. بيتكلم عن 39 سفر في العهد القديم وفحوى هذه الرسالة في العهد القديم من خلال نبوات الأنبياء والآباء، أو من خلال الرموز أو النبوات العديدة أو الذبائح التي تشير إلى يسوع المسيح. فكانوا بيقرأوها لكن يحتاجوا إلى إعلان العهد الجديد. فتح ذهنهم وأدركوا أن الكتاب المقدس يتكلم عن يسوع، كما قال يسوع: إبراهيم رأى يوم فتهلل. يعني لما قدم ابنه إسحاق والله استبدل إسحاق بالكبش، يعني الذبيحة البدلية، قال هذه العبارة: يهوى يرئي، يعني الرب ينظر أو الرب يرى، مقصود للمستقبل، بيتكلم عن ذبيحة يسوع المسيح. وأيضا يسوع قال لليهود: موسى يعني بيشهد عني والكتب تشهد لي، يعني كتب العهد القديم. ولما بولس تكلم مع تيموثاوس قال له: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح. فهم طبعا بس بحاول أفهم إخوتي وأخواتي الغير مسيحيين، عندنا كتاب واحد اللي هو اسمه الكتاب المقدس، وهذا الكتاب المقدس يقسم إلى قسمين: العهد القديم مثل ما ذكرت، التوراة والمزامير والأنبياء،
والعهد الجديد اللي هو الأناجيل أو البشائر الأربع، يعني الإنجيل المقدس والرسائل، رسائل بولس وبطرس ويهوذا، ورسالة إلى العبرانيين، وثم سفر طبعا الرؤيا اللي هو سفر نبوي مستقبلي، أو يعني بيتكلم عن الكشف الحقائق المستقبلية. هذه الكتب المقدسة كلها 66 كتاب، اللي هي مجموعة تسمى أصفار الكتاب، الأصفار القانونية، هي كلمة الله، هو ما نسميه الإنجيل المقدس. كلمة الإنجيل يعني الأخبار السارة. هذا الإنجيل اللي بيحتوي على كل الكتاب المقدس، من سفر التكوين، سفر البدايات، إلى سفر الرؤيا، سفر النهايات، يعني بيتكلم عن أورشليم الجديدة والسماء والأرض الجديدة، كلها تسير بتناغم وبانسجام تام، أو كما قال النبي إرمياء: ساهر على كلمته ليجريها. الله ساهر على كلمته ليجريها. فإذا كل كلمة الله تسير بمساق معين، المحور والجوهر الرسالي هو يسوع المسيح. لكن كتير مرات بنقرأ، وأنا بحب أكد للمشاهدين، ملحدين قرأوا وآمنوا بيسوع المسيح، متدينين قرأوا كلمة الله وآمنوا بيسوع المسيح، المسيح أعلن عن ذاته بأحلام ورؤى كثيرة، واليوم كتير بنسمع من أحبائنا المسلمين في كل مكان الله بيعلن عن ذاته بحلم برؤية، بيرجع لكلمة الله، بيكتشف إنه يسوع المسيح هو محور الرسالة، محور الإرسالية، هو الجوهر الذات الإلهية. كل الكتب تتكلم عن يسوع المسيح. ويمكن أنت في فتور مش عم تقرأ الكتاب المقدس، ما عندكش نفس تقرأ، ما عندكش نفس تصلي، لأنه عارفين المسيحية مش تفرض فرائض لازم، لكن من أجل حبك ليسوع المسيح بتقرأ كلمته، كتابه. من أجل حبك ليسوع المسيح أنت عاوز تكون شاهد وخادم وتتكلم عن هذا الشخص. لكن كيف ممكن أنتعش داخليا؟ محتاج إلى معجزة، هاي بسموها معجزة التجديد. وعندما أتجدد وأصبح إنسان جديد، خليقة جديدة، الله بيفتح الذهن، بيفتح الذهن لكي يفهم الكتب المقدسة. تعرف الكتاب بقول أن لا نسلك كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر، يعني في ظلمة بالفكر. وبعدين بيكمل بقول لسبب الجهل بسبب غلاظة قلوبهم. فإذا كتير مرات ناس بترفض تقرأ الكتاب المقدس، مع نقول للناس طب اقرأوا، يعني أنت قبل ما تهاجم محرف أو غير محرف، هل جربت أنك تقرأ الكتاب المقدس بدون تحيز؟ هذا الكتاب اللي بيتبعه 2.5 مليار، يعني أكبر عدد في العالم. طبعا مش معناته 2.5 مليار مسيحيين هم مسيحيون، لا، كل من يحب الرب يسوع واغتسل بدم المسيح وآمن بالرب يسوع هو التلميذ الحقيقي. لكن شو اللي بيجمع؟ لما اللي بيفرق أو اللي ما بيخليك تفتح عينيك أو ذهنك، إنه بيظلم الفكر، بتصير أنت تقاوم وتهاجم على شيء ما بتعرفه وما بتدركه ومش عاوز تعرف. الكتاب بقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن الكتاب المقدس بيفضح الأعمال الظلمة وبيفضح الفكر الشرير وبيفضح النوايا، لأنه الكتاب بعلمنا السلوك بالحق وطبعا بالاستقامة أيضا. أحب الناس الظلمة أكثر من النور، أحب الناس مجد الناس أكثر من مجد الله، أحب الضلال أكثر من الحق. فإذا اللي بحب الحق وعاوز يسلك في النور، واللي عاوز أن ينفتح مخه، ينفتح ذهنه، لابد أن يصطدم ولابد أن يأتي إلى يسوع المسيح. لكن من ناحية أخرى، في كتير مسيحيين يعني للأسف بسبب التعليم المزيف والكاذب وبسبب الهجومات والتعب الروحي، يقول الرسول بولس وحارب
المعلمين الكذبة والرسل الكذبة، قال: أخاف عليكم أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. أحبائي صليها، قل له يا رب افتح عيني، اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك. فتح كلامك ينير يعقل الجهال، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. شريعتك جعلتني أحكم من كل أعدائي لأني بوصاياك أتفطن، بصير يعني ذكي وفطن أيضا. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. فإذا نقول له يا رب افتح ذهني، افتح عيني، افتح قلبي حتى أفهم الحقائق الروحية. وأنا بقول في الختام: لا تغامر ولا تقامر في حياتك ولا تجازف بأبديتك، فأنت مطالب أن تعرف. وهنحن أقول لك: هل جربت أنك تقرأ الكتاب المقدس؟ على الأقل اقرأ العهد الجديد، وقراءة العهد الجديد بياخدش يومين إذا أنت مصمم أنك فعلا مهتم بأبديتك وفعلا بتدور على الحب. على فكرة أنا مش بتكلم على دين، لأنه اليوم في تجار دين، وأقول بصراحة اليوم سامحوني بالكلام، أعداد كبيرة من الناس عم تلتجئ للإلحاد، بروحوا للإلحاد لأنه تعبوا أصلا من الدين. أنا مش بدعوك للدين، أنا بدعوك إلى يسوع المسيح اللي بيفتح ذهنك وبيفتح عينك بمعجزة وبيغير حياتك، ولابد أن تقع في حب يسوع المسيح. شاركنا إذا هاي الرسالة لمستك، واعمل شير للآخرين. رب يكون معك ويباركك.